ونضع عليها كمان 100 كشافا من الضوء، لأن ده بيؤكد إن هذه النماذج الإيجابية اللي بتعمل الخير مش كده وبس كمان، ويبقى عندها فكرة الأمانة، الأمانة الشديدة مع كل مشاكل الحياة وصراعاتها وصدماتها ومع المتاعب الاقتصادية. بعض الناس أحيانا بيحبوا جدا إنهم يبرروا لأنفسهم ما يفعلونه، يعني أقول لك والله ده الحياة صعبة وبتاع، وإيه يعني ده، يعني ده أنا لقيتهم وده يعني بعتهم لربنا. يعني بعض الناس حينما يجد أموالا يرفع شعارات ويستخدم تعبيرات من هذا النوع. لا، محمد جمال اللي معانا، محمد جمال فرغلي، ونموذج لمواطن أمين جدا خير جدا، كان لابد إن احنا نجيبه ونحييه ونسلط الضوء على ما فعله. محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. محمد، أولا أنت كام سنة؟ أنا عندي 23 سنة. اتعلمت، خلصت حاجة ولا ما كملتش؟ معايا دبلوم. معاك دبلوم، واشتغلت عامل أمن على طول في مستشفى الشيخ زايد، ولا اشتغلت قبلها؟ اشتغلت برضو في العاشر من رمضان، واشتغلت من بس أول ما جيت القاهرة اشتغلت في مستشفى الشيخ زايد من 2013. دي أنت منين أصلا يا محمد؟ أنا من المنيا، مركز ملاوي. المنيا مركز ملاوي. طبعا كل مصر هيفخر بمحمد، وفعلا يا جماعه افخروا بجد. في ناس يمكن ان تجد اموالا، وزي ما بقول لكم يقول لك ده خير يا ربنا بعته لي، مع انه ده ممكن يكون فلوس مريض زي في الواقعه اللي محمد هيقولها لنا هيتعالج بيها، او يعني حد هي بالنسبه له هي طوق انقاذ حياته يعني. وهنشوف محمد هيقول لنا على القصه، ودي صوره محمد مع وهو امامه الفلوس اللي عثر عليها. محمد، قبل ما نشوف الفلوس، حكايه الفلوس برضو، انت كاي شاب يعني عندك بتبدا حياتك. انت لسه ما اتجوزتش مش كده؟ لا لسه طبعا. بتبدأ حياتك وبتقول هبدأ حياتي خطوة خطوة يعني. لو سألتك مرتبك كام؟ مرتبي يعني في حدود قليل، يعني حوالي 1000 جنيه. 1000 جنيه. وانت بتروح وتيجي يوميا، ساكن فين؟ الشركة واخدنا سكن قريب شوية يعني من المستشفى. قريب من المستشفى. يبقى محمد مواطن بسيط جدا، مرتبه 1000 جنيه. انا بهتم لي بالعامل الاجتماعي والمعيشي، هي الامانه امانه، لكن علشان اشوف كمان ما هي نقاط ضعف البشر ايه. ما هي احيانا يقول لك انا والله انا ما عنديش فلوس، او الفساد الصغير اللي بيرتكبه بعض الموظفين الصغار، احيانا يقول لك ايه طب ما الكبار بيسرقوا، واحيانا يقول لك انه طب انا باخد كام، يعني يبرر لنفسه ذلك يعني. محمد قول لي بقى، انت اولا في مستشفى الشيخ زايد بقى لك قد ايه كحارس؟ انا ساعه ما جيت مستشفى الشيخ زايد كان من حوالي 2000 سنه 2013. 2013، بقى 5 سنين فيها يعني. بس سبتها رحت جديت خدمه عسكريه، وبعدين رجعت على الشغل تاني المستشفى. طيب بس انت هنا بتشتغل مع شركه امن، هي اللي بتوديك المكان اللي هي عايزاه. بس هم مختارين يعني اللي انا ابقى في مستشفى الشيخ زايد التخصص، المشرفين بتوعي الرؤساء يعني. انت على سجيتك وبساطتك وتلقائيتك يا محمد، وده اجمل ما فيك يعني. الله يخليك. الله. قول لي بقى انت ايه اللي حصل انك تلاقي مبلغ يعني 100,000 جنيه، ومبلغ كبير، لقيته ازاي وعملت ايه؟ انا مسؤول تامين الدور الخامس قسم امراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وانا بمر كعادتي في الدور. فبعد انتهاء العياده عياده امراض الدم، عندنا العياده سبت واثنين واربع، ده كان يوم سبت. فبمر كعادتي بعد انتهاء العياده، لان العياده بتبقى زحمه كتير طبعا. فبمر قعدت على الغرف وكده، بتقعد تبص على الغرف كلها كده ايه، بشيك يعني.
فبمر كده وبتلفت على مداخل السلم وفي الاستراحة وكده يعني. فانا لقيت شنطة محطوطة تحت في رحل الكرسي بس على الارض يعني. فالصراحة قلت يمكن بتاعت حد من الدكاترة. انا في الاول قلقت منها، قلت ممكن يكون حد سايب في حاجة، بس قلت مين هيجي يجهز مستشفى زي كده، وبالذات في الدور ده بالذات. فانا كأمن لازم افتح واشوف فيها. فاخدت الشنطة وحطيتها على الكرسي اللي في الاستراحة، مفتاحها لقيت فيها فلوس فخمة، نظام متينات كلهم، وشكلهم كانوا لسه مسحوبين من البنك عشان كان فيهم وصال البنك المصري لتنمية الصادرات، مبلغ وقدره 100,000 جنيه. عرفت اللي دول فلوس مريض كان جاي يعمل عملية أو مالهش تأمين أو ما ينفعش يعمل تعمل له قرار، فهو حب يستسهل ويعمل العملية على حسابه يعني عشان يسرع في علاجه وكده يعني. طب انا جايب فلوس كده كاش معايا، يبقى جاي لامم الفلوس دي انا عشان يعمل عملية يبقى يعني. عشان ايه بالظبط كده؟ فقلت طبعا هو جاي نسيهم يعني، ومبلغ زي دويت، قلت يمكن مع المرض وبتاع وكده. فانا ما لقيتش حد حواليا، وطبعا الكاميرا الاستراحه ما فيهاش كاميرا، الكاميرا في مداخل المستشفى وفي الطرق والاستراحه، وما فيش يعني لو حد كان خد الشنطه في اسانسير وفي سلم كويس، اللي انا مريت بمر في الوقت دويت يعني في كل وقت. فالمهم خدت الشنطه وما ترددتش، رحت على مدير الوحده، الدكتور مدير الوحدة، دكتور زكي مدير الوحدة. دخلت عليه المكتب جوه العيادة، قلت له يا دكتور أنا لينا الشنطة ديت في الاستراحة. فالدكتور زكي ما ترددش، قال دي فيها مبلغ كتير يعني أكيد يطلع كتير. فهو رن على السيد المدير العام للمستشفى الدكتور حازم توفيق الفيل، وأنا رنيت على الأمن الداخلي والأمن الخارجي بتاع الشركة، وطلعوا الدور، والدكتور حازم امر اللي احنا ننزل بالشنطه المكتب. فعلا نزلنا بالشنطه مكتب السيد المدير، وبعد ما نزلنا دكتور حازم طلب نتاكد من الفلوس تكون حقيقيه ولا مزوره. الفلوس حقيقيه ومسحوبه من البنك، وطبعا الدكتور حازم امر اللي احنا نحطها في عهده الامن لحد ما يجي الامن الداخلي، لحد ما حد يجي يسال عليها، وما نبلغ ما نقولش مثلا ده احنا لقينا فلوس عشان ممكن حد يجي يقول لك دي بتاعتي. يقول لك دي بتاعتي. ففعلا الراجل جه قبل المغرب كده بشويه يعني، جه بيسالني انا كفرد امن الدور. هو اتصل برضه قبل بيجي، رديت عليه انا من مكتب السكرتاريه، قلت له فعلا تعالى بقى مواصفات الشنطه وكده عشان نتاكد يعني. قلت له المواصفات ايه؟ قلت له انت فلوسك حلال، وعشان انت الله اعلم جيبهم منين، تعالى خد شنطتك. جه الراجل خد شنطته وما كانش مصدق اللي هو لقى الشنطة، ونزل لمدير المستشفى والأمن الداخلي والأمن الخارجي بتاع الشركة. ويعني الراجل اللي اتبسط اللي هو لقى الشنطة، وكان عايز طبعا يعني يكافئني. الأمانة كان عايز يكافئك. بس أنا الحمد لله رفضت، لأن ده أنا معود كده ما أخدش حاجة من حد، ويوم ما أخد من فلوس مريض جاي يعمل زرع نخاع. فأنا رفضت الحمد لله. والله يا محمد انت حاجة جميلة يعني، رغم ان يعني احيانا لك ان في نسبة معينة بيتم الاتفاق عليها بياخدها من يعثر على مبلغ، لكن انت قلت انا ما اخدش حاجة خالص، وكمان لانها فلوس مريض يعني. فلوس مريضة، فلوس مريض. انا معايا الاستاذ سعيد اهوت، هو ده صاحب الفلوس اللي انت يعني اكيد عدت اليه الحياه من جديد، لانه هو يقول لنا يعني. استاذ سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا بني. الو. استاذ سعيد قول لي انت هنا، كنت واخد الفلوس بالفعل زي ما بيقول محمد علشان تعمل بيها العمليه، مش كده؟ ابني كان بيعمل عمليه، لما لقيته هيتاخر في الدور العادي قلنا نزل على حسابنا على اساس نفرغ، علشان ابني قاعد من الشغل بقاله من شهر يناير. ابنك اللي كان هيعمل عمليه. ايوه. فكانوا في المستشفى طالبين 200,000 جنيه، فانا خدتهم عشان اوردهم، قالوا لا احنا بناخد 100 دلوقتي وبعد فتره بناخد ال 100 الثانيه. بقت ال 100 دي معايا في الشنطه. الو؟ بقت ال 100 الثانية معايا في الشنطة.
داخل على العياده العياده اللي هي بتاعه الدكتور زكي، بنتكلم معاه على موضوع الاجراءات يعني وحاجات زي كده وبتاع. وكان معايا اولادي، انا كان معايا ابني وكان معايا بنتي. فانا كنت سيبت الشنطه ودخلت عشان اكلم مع الدكتور زكي، وخرجنا ومشينا ومشينا. انا اتكلنا على مشيتوا كده بقى ونسيت الشنطه. هي المشكله ان احنا اتكلنا على بعض، انت واخد بال حضرتك؟ يعني انا افتكرت ان ابني خدها، افتكرت ان بنتي خدتها. وبعدين ما جينا وصلنا البيت، فين الشنطه يا ولاد؟ فين الشنطه؟ بيت الفلوس بقى عشان نشوفها وبتاع. الشنطه فين؟ الشنطه فين؟ رحت ما مش موجوده، رحت متصل المستشفى، اتصلت بيهم. طب اول ما لقيتش الشنطه بقى هنا، شعورك كان عامل ازاي يا عم سعيد؟ ما ربنا ما يحطك في مكاني في الموقف اللي انا كنت فيه. انا الله يعلم احنا مجمعين الفلوس دي ازاي. انا راجل على المعاش وابني بيشتغل في قطاع خاص. فهنا يعني الفلوس ضاعت، يعني بقى يعني شعور قاسي جدا يعني. طبعا ما عندكش فكره يعني. فرجعنا جري يعني. وطبعا اللي بتضيع منه فلوس كمان يعني بيفقد الامل انه يلاقيها، بيلعب في الاحتمالات بقى، احتمال بقى يبقى ايه، ان الاقي حد يعني ابن حلال يقف لي كده في النص يعني. طبعا سيادتك يعني الشخص ده ما عندكش فكره، ده هيبقى له اثر في حياتي الى مدى الحياه، وهيبقى على بالنسبه لاولادي، وهيبقى ده يعني شكله قدام مني ده مش هنساه طول عمري. الراجل رفض كمان ان ياخد اي حاجه الامانه، رفض 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 بيت يعني. والله ربنا هيعوضه محمد، لان طبعا الامانه وفعل الخير بهذا الشكل، لان زي ما بيقول عم سعيد هنا، احنا مش عارفين دبرنا الفلوس دي ازاي يعني. فعشان كده ومحمد يعني نموذج للبساطه والتلقائيه والعفويه. ربنا يكرمك يا محمد. الله يخليك. بعد كده طبعا لما لقيت الفلوس اتعاملت مع محمد ازاي بقى يا استاذ سعيد؟ انا يعني هوضح، هو يعتبره زي ابني، لان هو من اول طبيعته تقريبا سعيدي، طبيعته على بيضح ان هو على سجيته، راجل انسان طيب وطيب، حتى بمعاملته مع الناس وهو كفرد امن موجود، حتى طريقه كلامه مع الناس كلامته شكل جاي بقى يعني على طبيعته خالص. يا جماعه من فضلكم استنوا شويه، يا جماعه من فضلكم زحمه هنا انزلوا تحت شويه، يعني عمره ما بيكشف حد، ولا عمره زي بقيه العيادات يروح قافل الباب ولا ساكت الباب ولا ابدا. يعني انسان بصراحه بالامانه، انا مش عشان الموضوع ده معايا، يعني سيادتك ممكن تتكلم مع اي حد من اللي بيروح العيادات ده. وبعدين برضه الله يكرمه الدكتور زكي فتح العياده سبت واثنين والاربع، الناس تروح تستفسر عن كل حاجه. بدون متابعه مجانيه. محمد حتى بيقول رفض انه ياخد، يعني انت واضح حبيت. ايوه طبعا، ومن حقه. رفض، بقول لسيادتك حتى الراجل ان هو قلت له طب انت ما حلفت مش هتاخد، طب انا في مره ثانيه يعني هخليك في مره ثانيه او هخلي ابني يديك. قال لي لا ده ولا ده ولا ده. انا اللي هو حلف ان ما هياخد، قلت له طب خلاص هخلي انا ابني يديك يعني. انا ابني عموما يا سعيد، يعني انت تعبت جدا عشان تجيب الفلوس دي، وبتتعب على ابنك المريض ربنا يشفيه. و يعني يبقى فيش الشهامة والمروءة والأمانة عند موظف مصري بسيط مرتبه 1000 جنيه. يا جماعة يعني كان يمكن هنا نقاط الضعف عند البشر بتستيقظ في لحظات من هذا النوع يعني، لكن تظل الأمانة هي الأمانة، واللي متربي على الأمانة وعلى الأخلاق، واللي بيكرس هذه المفاهيم اللي بتنتشر، لأنه الناس ممكن تشوف بقى محمد، شوف محمد ببساطته، ولم يطمع ولم يطمح ولم يسيل لعابه، ولا قال لما ياخد الفلوس ايه يعني ده جات لي، لا كان كل تفكيره انه دي اكيد فلوس مريض محتاج يعمل بيها عملية يعني. محمد انا بشكرك تاني على الهوى. الله يخليك. وانا واثق ان كل معني مش مصر بس، كل معني بالخير
وبالانسانيه هيوجه لك الشكر كمان، وانت من النماذج اللي يجب ان احنا نفخر بيها. الله يخليك استاذ زوقي. في زمن التافهين والسطحيين وزمن البلطجه للاسف الشديد، نموذج البلطجي اللي بينتشر اهو، انت نموذج مبهر مضاد للامانه. محمد، عندك يعني عندك اي طلبات عايز تطلبها؟ والله انا بطلب رضا ربنا سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله. والله يا محمد انت ربنا يرضيك دائما، وربنا يحقق لك كل امانيك واحلامك يا محمد، وثق ان شاء الله بامانتك دي وبضميرك الحي واليقظ، ربنا هيعوضك كثيرا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اشكرك يا محمد. الف شكرا. محمد نموذج مبهر، نموذج مضيء، اتمنى الناس كلها تقلده. الامانه ممكن تكون بسيطه وممكن تكون كبيره، وممكن تكون متعلقه بمبالغ ضخمه جدا، وممكن تكون متعلقه بمبالغ بسيطه، لكن الامانه هي الامانه. شوفوا محمد انقذ حياه، تخيلوا الناس دي كان ممكن يحصل لهم ايه؟ يعني يمكن ان يصيبهم امراضا جديده. وبشكرك يا استاذ سعيد، الف شكر، وان شاء الله ربنا يشفي لك ابنك ان شاء الله. في نموذج تاني قبل ما اسيب محمد ونطلع الفاصل كمان، هو نموذج للعمل الانساني عموما، والانسانيه لا جنسيه لها ولا حدود لها. الناس كمان بتتداول قصة شريف، شاب مصري في الصين، جوانزو في الصين، كان من آماله وأحلامه يعني أنه يعني يتبرع بأعضاء جسده عشان ينقذ مواطنين، يعني بغض النظر عن جنسيتهم إيه، أنت تنقذ نفسا يعني. حصلت له حادثة وحصل له فيها نزيف في المخ، والقصة بقى اللي بتحتفي وتحتفل بها الصين اللي هنشوفها في هذا التقرير قبل ما اسأل أحد أقارب شريف، هي فكرة النموذج الإنساني ده، إنه البعض يسيطر عليه فكرة إنك تنقذ حياة